ما ايا كان المنافس هروح للاستاذ سامي وبنتكلم على ان الاهلي ان شاء الله عينه على اللقب، لكن تبقى المباريات النهائيه ليها حسابات خاصه طبعا جدا طبعا جدا طبعا جدا. اكيد. شايف المباراه النهائيه ازاي ايا كان المنافس، اذا كان الزمالك او الرجاء، شايف المباراه النهائيه ازاي وحساباتها، يعني حساباتها ايه؟ يعني طبعا بدايه نذكر ان هي مباراه واحده، صحيح وده طبعا بتفرق غير كتير. النهائيات السابقه، يعني طبعا دي مسألة زادها صعوبة على الطرفين، يعني المتنافسين في الأرض الملعب في النهائي، في هذا النهائي، فطبعا يعني محتاجة قدر كبير جدا من التوفيق، يعني قدر كبير جدا من التوفيق. يعني أنا يعني عشان نتكلم على مباراة ما زالت في علم الغيب، لأن الطرف الآخر غير معلوم، فلما نقول أن لعيبة الأهلي زي ما أنت قلت تحرروا كثيرا جدا من حاجات كانت مقيداهم. أنا شايف الأهلي النهارده فرقة منطلقة، فجرت كل طاقتها، فطبعا يعني ده يعني الحالة دي الفنية العالية دي لازم تستمر. اللقب ما بقاش بعيد، اللقب على بعد 90 دقيقة أو ضربات ترجيح أيا كان، فإنما طبعا الروح عالية جدا، وده أهم شيء، ده أهم شيء، ده أهم سلاح لدى لعيبة الأهلي، في روح، في عزيمة، في إصرار على اللقب. يعني والمهم هنا ان اللعب على مباراه واحده ده يعني هيديهم مسؤوليه اكتر. مظبوط، هيديهم مسؤوليه اكتر، ان هم طبعا ما فيش فرصه تضيع، ما فيش فرصه تعمل مشاكل على مرمى الشناوي. طبعا ده كلام كله هيقوله موسيماني، ما فيش شك في كده، وهيقولوا الطرف الاخر برضه، لان يعني الحسابات يعني مش غامضه على حد يعني. فانما انا شايف كميه قدر الروح والعزيمه عند لعيبه الاهلي بيقربوا جدا من اللقب، يعني صحيح بيقربوا جدا من اللقب. طبعا دي نقطه مهمه، ودي يعني اظن لا نقطة أظن مهمة كمان جدا حضرتك بتتكلم فيها، عملية الروح ديت، ان يعني هي الروح كانت موجودة لكن تحس ان في روح كمان جديدة ظاهرة في النادي. في شحنة يعني جديدة، في شحنة بالظبط، برافو عليك، في شحنة جديدة موجودة. الراجل موسيماني يعني قدر يحرر لعيبة الأهلي، أو هم في حد ذاتهم يعني دخلوا من الصيف على الشتاء أو الشتاء على الصيف، يعني غيروا جو، فيعني يعني غيروا مزاجهم، غيروا فكرهم. فطبعا يعني انا طبعا بالمناسبه يعني من ضمن الناس اللي ابهرتني في الفتره دي كابتن احمد فتحي، اللي هو يعني طبعا ودع الفرقه احلى وداع يعني، ويستحق كل التقدير. كل لعيبه الاهلي يعني احمد فتحي عارف هو رايح فين بعد 90 دقيقه، ومع ذلك كان بيدي في الملعب بقوه، فما فيش لعيب اقل منه، كل اللعيبه كانت عندها عزيمه قويه صحيح جدا، ودي شيء ايجابي للغايه في فرقه النادي الاهلي الفتره الاخيره. يعني طبعا الاهلي بطل الدوري مع سابق الاصرار يعني من فتره طويله يعني، فانما هو انما الحاله بتاعت افريقيا دي حاله جديده. يعني طبعا الاهلي 13 مره نهائي، بس اللقب غايب عنه. مظبوط، اللقب غايب عن الحاله النهارده اللي بنشوفها في فرقه النادي الاهلي، حالة جديدة دايما يعني. دايما الحالة ديت بنشوف شكل ان حالة بيديك احساس ان الاهلي قريب من البطولة يعني. حالة جديدة جدا، ويعني بتستعد لنا جيل الذهبي السابق اللي كان مع جوزيه. فطبعا انا متفائل شخصيا ان الاهلي هو بطل افريقيا للمرة التاسعة، وده الرقم 9، ده هو يعني لازم يكون حلقتنا النهاردة رقم 9 إن شاء الله بإذن الله.